يا مساء الخير والامل والسعاده، مساء يوم جمعه جديد الساعه 6. اتمنى كلكم تكونوا حياتكم حياه سعيده. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا. الفقره الاولانيه فقره جديده ومختلفه ومتاكده انها تعجبكم زي ما عجبتني. انا كنت قاعده بعدين سمعت صوت حلو قوي، بلف لقيته، لا ده طفل صغير مش مطرب كبير زي ما انا كنت متخيله. صوته اكتر من رائع، منورني موهبه كبيره حجمها صغير. الطفل شرف احمد، ازيك يا شرف؟ الحمد لله. منور. شكرا. ومنورني خالد الطفل استاذ مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. بقول لك ايه يا شرف، انا دلوقتي قلت لهم ان انت صوتك حلو وكل مستني يشوف انا بتكلم صح ولا بضحك عليهم. ايه رايك لو تسمعني حاجه؟ مش هسمعكم ما من عليك. أمان عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل طول، مهات العمر من الأول. بحب جديد وقلبي سعيد، يا ريت نعشق عم نور. أمانة 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 يا ليلي يا ليلي. يا ليل طول على العشاء، وقول للفجر ما يبانشي، يهون العمر على المشتاق، وساعة القرب ما تهونشي. يغني لك يا ليلي يا ليلي على الفرحان، يا ليل يا ليل ترد عليا نجوم الليل، تقول لي كمان من الأول. أمانة 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 يا ليلي يا ليلي. الله جميل. ممكن أسألك سؤال يا شرف؟ اتفضلي. الصوت ده طالع منين؟ لا يعني وانا صغير بابا يعني ماما، انا شايفاك قد كده مطلع لي صوت جامد، منين بقى؟ ماما وخالي اكتشفوا موهبتي، يعني قعدت ادندن الحان كده مع نفسي وانا صغير. تعالي صوتك. تعالي صوتك. قعدت ادندن يعني الحان مع نفسي وانا صغير. كان بيقول اللحن مش الاغنيه. كان بيقول. وانت كان عندك كام سنه وانت صغير على اساس ان دلوقتي انت كبير؟ وانا عندي 5 سنين. اه دلوقتي كبرت بقى. عندي 10 سنين ماشي يا سيدي. طيب إيه استاذ مصطفى، انتوا اكتشفتوا موهبته ازاي؟ هو احنا صراحه كان شرف بيحب يلعب لوحده على طول اصلا كده. فكان بيخش الاوضه كنا بنسمع لحن من غير اغاني، يعني اغنيه مثلا اللي هو بيدندن اللحن بتاعها. فواحده واحده لحد ما عرف هو يتكلم، بقى يسمع اغنيه من هنا مفيش اقل من ساعة بيكون حافظ عظام كده لوحده من غير ما اي حد يكون معاه. طب انا عايز اسالك سؤال يا شرف، بما انك دلوقتي بقيت كبير وبقى عندك 10 سنين. ايوه. طب مش غريبه ان انت اللي شدك او اللي انت بتغني له اغاني الناس كبار قوي؟ هو اللي بيختارها كمان مش انا اللي بختارها. طب انت بتختار الاغاني دي ليه؟ عشان اغاني جميله بتشدني كده. التراث القديم بيشدني قوي. ليه؟ اشمعنى؟ بحبه جدا. ولا انت بتحس ان انت يعني انا معلش يعني انت بتقول كلام تقيل؟ بحس بجمال الاغنيه. الاغنيه ولا اللحن؟ الاغنيه واللحن الاثنين. يعني انت عمرك ما فكرت تغني الاغاني الجديده السريعه دي اللي هو كل العيال بتحبها؟ لا خالص خالص. مش هي دي اللي بتشدك؟ مش هي دي اللي بتشدني. طب انت بتعمل ايه في المدرسه يا شرف؟ يعني انا متفوق في المدرسه. متفوق ازاي؟ طب احكي لي. بذاكر. بعمل يوم مخصص للمذاكرة واللعب والأغاني. يعني مثلا ساعة مذاكرة ساعة لعب ساعة أغاني كده، يعني لغاية منين طول النهار.
اي يوم مخصص. طيب استاذ مصطفى، انتوا بتنموا الموهبه بتاعت شرف ازاي؟ انا شايفه صوته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني 10 سنين وطلع الصوت ده، ده كنز. انا كان ليا واحد صاحبه كده عندي استوديو كده صغير، كنت باخده عنده. كان يمسك المايك بقى ويشغله المزيكا ويدندن هو مع نفسه لحد ما اندمج بقى. وكان في برضه فرح واحد صاحبي غنى فيه مره، فحب هو الموضوع بقى. وديناه الاوبرا، كان في الاوبرا كان مع المايسترو سليم صاحب، حضر معاه 3 حفلات وكده، بس ما كملش معانا دلوقتي. تغنيت في الاوبرا؟ غنى. غنيت مع سليم سحاب وفضلت 3 حفلات معاه بقى لحد ما حصلش نصيب وحصل ظروف. كان ايه شعورك وانت بتغني في الاوبرا؟ يعني كان ايه شعوري؟ انت عارف الاوبرا دي اللي وقف عليها اكبر مطربين في مصر. صحيح. وانت حته بتاع طويله كده قد كده. صحيح عارف. دي هتعمل لي مستقبل جامد. يعني الاوبرا دي بالنسبه لي حاجه جميله جدا. عشان كده بروح. والله كنت مبسوط وانت رايح؟ كنت مبسوط جدا ان انا اروح لمكان جميل كان فيه الست ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وكريم محمود ومحمد عبد المطلب. ده انت حافظهم؟ ايوه. طب انت اصحابك في المدرسه، اصحابك في البيت، اصحابك في كل بيقولوا لك اقعد غني لنا ولا بيقولوا لك ايه؟ كل المدرسين عندي في المدرسه واصحابي بيقعدوا يقولوا لي لما الحصص بتبقى فاضيه اقعد غني لنا. يا شيخ. وتقعد تغني لهم الحاجات القديمه دي ولا يقول لك غني لنا حاجات من الجديده؟ بغني لهم حاجات قديمه. وبيحبوها؟ بيحبوا صوتي جدا. طب بقول لك ايه يا شرف، انا حابه اسمع منك اغنيه تانية ممكن لو سمحت؟ ذوقك بقى انت. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه وبقدم احلى فرحه ومعاها متمسه يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي ده الغالي علينا غالي 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 ولا عمره هيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا يا ليل يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا يا ليل ودمع فرحنا غنوة يجعل أيامنا حلوة والدرع فرحنا غنوة يجعل أيامنا حلوة والدرع فرحنا غنوة يجعل أيامنا حلوة والدرع فرحنا غنوة يجعل أيامنا حلوة وتعيش الفرحة دايما وقلوبنا قريبة يا ليل يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي الغالي علينا غالي 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 ولا عمره هيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. الله الله بجد بجد جميلة أكتر من رائع. شكرا. لا وطالع نازل والحروف خارجة حرف حرف أنا سامعاه. لا برافو عليك يا شرف. ما بتفكرش يا أستاذ مصطفى إن هو يدرس مزيكا؟ بنفكر. هو شرف عنده موهبة وعنده حاجات كتير عايز يخرجها بس مش متشاف، يعني محدش شايفه كويس، يعني عنده حاجات كتير ممكن يخرجها.
بس عايز حد يتبنى الموهبة. أكيد أنا برضو مش متخصص في اللي هو فيه، في ناس تانية متخصصة يعني، ده يستاهل عن حاجات كتير بنشوفها اليومين دول. مش يستاهل، ده كنز. بس صوته أكتر من رائع يعني، وعنده شكرا لسه. شكرا والله حضرتك. لا 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 لا، أنت مش متخيل أنت عملت فيها إيه. بص أنا سمعتك. لا إيه؟ أنا نفسي أعزف عود كمان. اه ده انت مختار حاجات الصعبة قوي يا شرف. ايه، شفت مدرس عزيز عندنا موسيقى بيعزف عود، حافظ لي قمر له ليالي. اغنية قمر له ليالي. انت اي حاجة بتسمعها بتحب ان انت تعملها على طول؟ لا مش اي حاجة يعني، انا مثلا لما بسمع حاجات للتراث القديم مثلا. كل اللي بتسمعه للتراث القديم بيعجبك ولا في حاجات وحاجات؟ في حاجات وحاجات، الدكتوره بتبعت لي كام اغنيه واختار منهم يعني، مثلا بعتت لي اغاني عشان احفظهم التراث القديم. انا اخترت منهم، ما بيسالش عليا ابدا. لا يا سيدي، انا مش حاسسها. لا ده انا مش مش حاسسها. مش حاسسها. حاسسها مش جايه معايا، مش عارفه اغنيها. ماليش مزاج فيها كده يعني. لغايه بقى ما وصل ان انا يبقى ليا مزاج اغاني، ما بيسالش عليا ابدا. وبحفظ الحاجة في يوم يومين تلات أيام بس، ما بيتقالش عليا أبدا. حفظتها في يوم عشان حبيتها. صحيح. والأرض بتتكلم عربي، حفظتها قد إيه؟ الأرض بتتكلم عربي، فضلوا حفظوني فيها كلام برضو قد إيه؟ يعني ساعة كده قبل الحفلة. صح. قبل الحفلة بكتير. والله. أه والله. طيب أستاذ مصطفى، هل موضوع الظروف الخاصة بي ممكن تعمل لكم مشكلة؟ أو بتحس إنها عاملة لكم مشكلة؟ ده؟ آه. لا طبعًا، ده أحلى حاجة في حياتنا، ده شرف ده. آه. ولم ده مسبب لنا بهجة وفرح في البيت يعني، ما أقدرش أقول لك يعني. ده أي حاجة كده من عند ربنا يعني. لا وكان عمال يكح ويقول لي أنا بتنحنح عشان هطلع أغني. شرف ده. صح ولا مش صح قبل الهوا؟ صح. ده البركة بتاعت البيت كله. نجم بقى، شرف نجم جاي يغني. يعني. شكرًا، الله يحفظك. طب بقول لك ايه يا شرف، انا نفسي اسمع منك ما بيسالش عليا ابدا. شكلك حبيبها وشكلك بتقولها حلو. قبل ما ننهي الفقره ممكن اسمعها لحضرتك؟ سمعها لي يا عمر. ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش، ما بيسالش، ما بيسالش عليا ابدا. اول ما عينيه بصولي فتنوا لي عليه وقالوا لي، أول ما عينيه بصوا لي فتنوا لي عليه وقالوا لي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا زولي؟ إزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا زولي؟ لا اقدر على بعده ابدا، ولا احبش بعده ابدا. لا اقدر على بعده ابدا، ولا احبش بعده ابدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، انه يرق شويه ابدا. ما بيسألش، ما بيسألش، ما بيسألش عليا أبدا. يا سيدي خدها مني نصيحة، إن شاء الله مع إنه سأل سيبك منه. نورني النهاردة شرف أحمد، وطبعا نورتني خال شرف أستاذ مصطفى. بجد يا شرف أتمنى أتمنى إن أنا قريب أشوفك في حاجة حلوة قوي وكبيرة قوي تليق بقيمة الموهبة الجميلة العسل اللي قاعدة قصادي. شكرا لحضرتك. نورتني يا شرف. تشكر مين في آخر الحلقة بقى؟ أنا نفسي أشكر سيادة الريس لأنه مهتم بالذوق الإعاقة المكفوفين والإعاقة. لا هي مش إعاقة، هي احتياجات خاصة. احتياجات خاصة؟ أيوه مهتم بالاحتياجات الخاصة.
واحب اديله اغنيه عظيمة مصر، وانا نفسي اشوفه واغني في حفله سياده الرئيس قدرهم باختلاف. واكيد هو هيسمع واكيد هو هيجيبك يا رب. أيوة ان شاء الله يا شرف، بجد نورتني يا حبيبي. مصر كلها نفسها تشوفه. اديله اغنيه عظيمه يا مصر. عظيمه يا مصر كمان. طيب ماشي، نسمع حته ونقفل الفقره دي. يلا ماشي كده. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضاره يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك مطر بدرك منور بين الامم. عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر يا ارض النعم، ارض الجناين ارض الجوامع، ارض الجناين ارض المزارع، ارض الكنائس ارض الجوامع، ارض الجناين ارض المزارع، ارض المدايم ارض المصانع. عظيمه يا مصر يا ام الهرم، عظيمه يا مصر يا ام الهرم.